السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعناوين. وزير خارجية سيراليون ينوه بالعلاقات التي تجمع المغرب ببلاده، ويؤكد دعم سيراليون الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي ترجم إلى فتح قنصلية عامة بالداخل سنة 2021. والمعرض الدولي للفلاحة بمكناس ينظم تحت شعار المناخ والفلاحة من أجل نظم إنتاج مستدامة قادرة على الصمود، وإسبانيا ضيف شرف الدورة 16. ولضمان تعليم جيد يتلائم وتحديات العصر الرقمي، الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية انخرطت في مشروع أطلقه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة لتعزيز المهارات الرقمية لفائدة 10,000 من مكوني برامج محاربة الأمية. وبجامعة ستيفضما بإقليم الحوز تسلم أكثر من 150 شخصا مفاتيح بيوت مؤقتة لفائدة المتضررين من الزلزال. أهلا بكم إلى تفاصيل. وزير خارجية سيراليون في الرباط، ومنها أكد أن العلاقات بين المغرب وبلاده ما فتئت تتعزز على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا أنها بلغت حاليا مستوى غير مسبوق. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد الوزير السيراليوني دعم بلاده الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي يظل الحل الوحيد ذي المصداقية والجدية والواقعية لهذا النزاع، معربا عن دعمه للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية لهذه القضية. ريبورتاج مصطفى السعدوني والمتابعة لسعيد أجانا. تعاون ثنائي وعلاقات مثينة تجمع المملكة المغربية بجمهورية سيراليون، وينعكس ذلك من خلال دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة. فخلال هذه المباحثات، وزير خارجية سيراليون أكد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والواقعي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. جمهورية سيراليون تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، كما أعبر عن دعم بلادي الكامل للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم لقضية الصحراء. زيارة من أهدافها أيضا توسيع وتعزيز دينامية التعاون الثنائي من خلال بلورة خارطة طريق للتعاون من الجيل الجديد للفترة ما بين 2024 و2026 الرامية إلى النهوض بشراكة رابح على المدى الطويل بين المملكة وسيراليون. العلاقة بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة واحد التطور كبير. التبادل التجاري تقريبا تضاعف في السنوات الأخيرة. فتحنا بعثات دبلوماسية مفتوحة اليوم في الرباط، وسيراليون عندها كذلك قنصلية في الداخلة. وزير خارجية سيراليون أعرب عن عزم بلاده على الانخراط بشكل كامل في المبادرة التي يطلقها جلالة الملك لصالح غرب إفريقيا، والهادفة إلى تعزيز التعاون والتضامن جنوب لرفع التحديات وتشجيع المبادرات الإقليمية. وضمن أجندة ناصر بوريطة، لقاءه اليوم بسالم المنفي المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة. المبعوث الرئاسي الليبي جاء حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك محمد السادس من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مؤكدا في ذات السياق دعم ليبيا لاتحاد المغرب العربي. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من تصريح أبو بكر الطويل سفير الجمهورية الليبية بالمغرب. تأتي هذه الزيارة كما ذكرت في سياق وإطار العلاقات المتميزة، ودائما الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية شقيقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم المسألة الليبية، ابتداء من الصخيرات ومرورا ببوزنيقة وصولا إلى طنجة ثم بوزنيقة مرة أخرى. وما قدمه وما قدمته المملكة المغربية الشقيقة والدبلوماسية المغربية برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ ناصر بوريطة من دعم لوجستي، وأيضا يعني دعم معنوي
للوصول لكل التفاهمات والاتفاقات اللي تمت ما بين البلدين، ويعتبر الحقيقة الاتفاق السياسي الذي وقع في صخيرات هو أحد الروافد المهمة في العملية السياسية الليبية. وأيضا الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز الاتحاد المغرب العربي كإطار لدول الدول المغربية الانطلاق. وعلى رأس وفد برلماني هام تحل ضيفة على المملكة نائبة رئيسة مجلس النواب تشيكي، حيث أكدت من الرباط موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. التأكيد جاء خلال مباحثات أجرتها المسؤولة التشيكية مع رئيسي غرفتي البرلمان. الروبورتاج بعدسة عبد الرحيم بوحديوي والمتابعة لطارق غانم. على رأس وفد برلماني هام نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي فيرا كوفالوفا تتباحث مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي، وخلالها جددت المسؤولة التشيكية تأكيد موقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مباحثات همت ملف التعاون المشترك. لقاءاتنا كانت مهمة، فالمغرب شريك استراتيجي بالنسبة لنا بالنظر إلى إمكانياته الاقتصادية والجغرافية. لقد اتفقنا على عمل مشترك وإنجاز شراكات اقتصادية في مجموعة من المجالات. نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي عقدت كذلك مباحثات مع رئيس مجلس المستشارين النعميارة، كما ناقش الجانبان ملفات التعاون الثنائي وتقاسم بعض انشغالات المغرب المرتبطة أساسا بالوضع الأمني غير المستقر بمنطقة الساحل والصحراء وتداعياته التي قد تمتد إلى القارة الأوروبية. نتطلع إلى تطوير علاقاتنا لتشمل مجموعة من القطاعات والاستمرار في تقوية المبادلات التجارية بين البلدين. بين المغرب والتشيك علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية بآفاق واعدة يتم تطويرها لتبلغ مستوى شراكة نموذجية مثمرة ومستدامة. وفي إطار جولة ببعض دول الشرق الأوسط، أجرى المدير العام لقطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي أجرى زيارة عمل إلى دولة قطر، وذلك على رأس وفد أمني، حيث عقد لقاءات مع مدير جهاز أمن الدولة القطري. اللقاء شكل فرصة سانحة للوقوف على أهم التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم الدولية العابرة للحدود والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين الشقيقين. وبين الرباط وبرلين علاقات اقتصادية مهمة تزداد قوة بفضل تعزيز الشراكة الثنائية. ضمن سلسلة لقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والألمان، زار وفد مغربي يترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار معرض التكنولوجيا بهانوفر بألمانيا لاستعراض أهم الحلول التي يقدمها المغرب في مجال تكنولوجيا الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنصات الصناعية للمملكة. نتابع مراسلة لسارة الفايق عثمان مواضيع والتحرير لإيمان ورقة. استعراض آخر التكنولوجيات في معرض هانوفر، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، استقطب خلال هذه الدورة أكثر من 100 وفد من 50 دولة منها المغرب، الذي استعرض أهم الفرص الاستثمارية في هذا المجال وعلامته المغرب الآن. إنها مناسبة لنا لعرض فرص المغرب وأهم الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة التطور الهام في التنقل الكهربائي والطاقات المتجددة. إلى جانب أحدث التكنولوجيات المعروضة، يقدم الجناح المغربي أهم حلول التكنولوجيا الصناعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنصة الصناعية للمملكة. لا يمكن للمغرب تجاهل هذا المعرض باعتباره أهم المعارض العالمية لجلب فرص الاستثمار في القطاع الصناعي. واليوم واكبنا شركات مغربية لعرض حلولها واستقطاب الفاعلين الدوليين. على مدى 5 أيام، أكثر من 4000 عارض قدموا آخر الحلول لصناعة رقمية مستدامة وتعزيز إنتاج صناعي مبتكر.
والمعرض الدولي للفلاحة المنظم بمكناس يفتح أمام زواره رواق القطب الدولي الذي يقدم لمحة عن مستجدات الفلاحة العالمية ويوفر كذلك إمكانية تطوير شراكات دولية. دورة 16 للمعرض تتميز بمشاركة إسبانيا كضيف شرف. ريبورتاج أسامة فقير دريس الكهن وبعثة القناة الثانية. إسبانيا بصفتها ضيف شرف الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تمتلك جناحا يضم تمثيلا هاما للشركات الإسبانية يغطي مختلف مراحل الإنتاج الفلاحي. إضافة إلى هذا الحكومة الإسبانية بلورت برنامجا شاملا للندوات طيلة أيام المعرض لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الكبير بالقطاع الفلاحي. مرة أخرى لدينا تحديات مشتركة بين شمال أفريقيا وجنوب الاتحاد الأوروبي. طبعا التغيرات المناخية تعني أمرين، الأمر الأول يجب علينا محاربتها لأن لديها عواقب وخيمة على الإنتاج الفلاحي، والأمر الثاني يجب علينا التأقلم مع هذا الوضع والبقاء متفائلين. الصادرات الإسبانية إلى المغرب سجلت رقما قياسيا تاريخيا السنة الماضية بقيمة 12.146 مليار يورو، أي بزيادة 3.3% مقارنة مع سنة 2022. إنها مشاركتنا العاشرة في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، هو معرض ذو صيت عالمي يمكننا من الالتقاء بمشاركين من العالم. أنا أمثل شركة فلاحية إسبانية وأشارك في هذا المعرض لأن بلدنا هو ضيف شرف هذه الدورة، وكذلك هي فرصة سانحة للتعريف بمنتجاتنا. الصادرات الغذائية الإسبانية إلى المغرب السنة الماضية بلغت 1.155 مليار أورو، أي بزيادة 8.3% عن العام السابق. والمملكة المغربية تضيف شرف الدورة 37 للمعرض العالمي للذواقة والأطعمة بالعاصمة الإسبانية مدريد الذي افتتحت فعاليته أمس. المنتجات المجالية من زعفران وعسل وزيت زيتون ضمن المعروضات المغربية المشاركة في هذه النسخة من خلال أزيد من 15 عارضا. نتابع مراسلة لجهان دبلالي وهشام بهلوان من مدريد. داخل الجناح المغربي إقبال مكثف من طرف زوار معرض مدريد، وحضور التعاونيات جاء للتعريف بالمنتوجات المحلية والمجالية وللمساهمة في الترويج لهذه المنتجات خصوصا على المستوى الأوروبي. المنتوج ديالنا اللي هو الزعفران تالي وين تيتواجد في واحد العدد ديال المساحات الكبرى على الصعيد الوطني وكذا على الصعيد الدولي، يعني الحضور ديالنا اليوم في هذا المعرض هذا راه يعبر على اننا نقربوا المنتوج وفي نفس الوقت نروجوا للمنطقه ديالنا. احنا جينا اليوم باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا، المنتوجات ديال أرغان في السوق الاسبانيه، ونعرفوا بالفوائد ديالها وخصوصا هذا المعرض هذا ديال المنتوجات الغذائيه. وحنا عندنا المنتوج ديال الاليمونتير ديال الاكل، عندنا املو بين النباتات العطريه والطبيه والتوابل وزيت الزيتون ومنتوجات متنوعه اخرى، الكل هنا بالجناح المغربي، جناح يثمن هذه المنتوجات المغربيه ويبرز مهارات المهنيين في مختلف المجالات. وتيحت لنا هذه الفرصة باش نشاركوا باش نوريوا بأن المغرب عنده القدرات سواء في الطريقة ديال التصنيع ولا حتى في المنتوج، يعني في الجودة العالية ديال المنتوجات المغربية. جينا لهذا المعرض حنت هو تيجي بزاف كاع الناس أوروبا، ميم الناس دابا ديال كاينين حتى الناس ديال آسيا مهتمين بزاف بالأعشاب المغربية. طبق الكسكس الشهير خطف الأضواء وتجمع زوار المعرض لتذوق نكهاته المميزة في هذا الفضاء الخاص بالتذوق وعرض مختلف المنتجات الغذائية. الجهوية والتنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الترابية بالمغرب وموريتانيا عنوان المنتدى الثنائي المغربي الموريتاني المنظم بالرباط، مناسبة تأتي لتقييم إمكانيات تكثيف جهود البلدين لا سيما من أجل تحقيق المبادرة الملكية الهادفة إلى جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي فضاء للسلام والاستقرار. الروبورتاج ليوسف لطفي والمتابعة لسعيد أجانا. المنتدى المغربي الموريتاني فرصة لتبادل التجارب فيما يخص الانخراط في مسار الجهوية المتقدمة القائمة على مقاربة ديمقراطية تشاركية، خصوصا بعد نجاح التجربة المغربية على جميع المستويات. نطمح إلى تعزيز وتطوير
الشراكة، تطوير التعاون اللامركزي بين جهات المغرب وجهات موريتانيا. تم توقيع على عدة اتفاقيات منذ ما يقارب سنتين، ونحن الآن بصدد تحييني وتطوير هذه الاتفاقيات. هذا المنتدى يمكننا من تبادل هذه الخبرات والتجارب. نعلم أيضا العلاقات الوطيدة ما بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الشقيقة بحكم الجوار، ولكن بحكم أيضا التاريخ وبحكم عمق العلاقات. اجتماع يأتي تنفيذا للاتفاقيات الموقعة قبل سنتين، والهدف الحالي الانخراط بشكل كامل في المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك قصد ضمان تنمية مندمجة للدول الإفريقية. هناك مجموعة من المحاور اللي كنشتغلوا عليها في إطار هذه الاتفاقية ديال التعاون التي تخص تبادل التجارب، وكذلك المجالات ديال التنمية، خاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. المغرب و من خلال التجربة ديال جهات ضلع سافلات في الفضاءات الواحاتية والصحراوية، غادي إن شاء الله نأطروا واحد الفضاء أمام جهة تاكانت، واللي غادي يكون واحد انطلاقة قوية ما بين الجهتين. إرادة ثنائية لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكريس ثقافة الحوار البناء مع المشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالبلدين. المسائية ما تزال متواصلة، نتابع فيها بعد قليل. مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة شكل موضوع جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الليلة أو العفو مساء هذا اليوم بمجلس المستشارين. والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة الصويرة فتحت بحثا قضائيا لكشف ملابسات غرق قارب صيد في ظروف غامضة كان على متنه 4 بحارة وهم الآن في عداد المفقود. قبل ذلك، استخدام المهارات الرقمية لتعزيز التعلمات في مجال محاربة الأمية بات أمرا أساسيا للمكونين والمؤطرين الذين لا زالت لديهم قدرات محدودة في مجال استعمال التكنولوجيا في التدريس. ولضمان تعليم جيد يتكيف مع تحديات العصر الرقمي، انخرطت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في مشروع أطلقه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة لتعزيز المهارة الرقمية لفائدة 10,000 من مكوني برامج محاربة الأمية. مريم أملال والمولود زينتين. في عالم رقمي يتطور، أضحت التكنولوجيا أداة أساسية لتعزيز مهارات التعلم، نهج تبنته الوكالة الوطنية لمحو الأمية لتعزيز قدرات مكونيها ومؤطريها في مجال استعمال المهارات الرقمية في التدريس. ولهذا انخرطت الوكالة في مبادرة أطلقها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. محاربة الأمية الرقمية في عصرنا الحالي أمر أساسي، لهذا فمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة يعمل مع المغرب وبالضبط مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتطوير المهارات الرقمية لفائدة مؤطري برامج محو الأمية. هذا الورش هو من الأوراش المهمة التي تشتغل عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في إطار استراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، والتي تهدف إلى القضاء على الأمية في أفق 2030 من خلال تنويع برامج محاربة الأمية، من خلال تعزيز تكوين المكونين عن طريق استعمال التكنولوجيا. مشروع يعد جزءا من التحالف العالمي لمحو الأمية، وسيمكن من إنتاج مجموعة من الوحدات الرقمية المتنوعة للتكوين بدعم من إحدى الشركات الصينية الرائدة في التكنولوجيا. نعمل معا مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة لتعميم هذه المبادرة في المغرب على أن نؤطر 10,000 من مكوني برامج محو الأمية بالمغرب وتطوير مهاراتهم الرقمية. مع انطلاق هذه المبادرة سيتم إطلاق ورشات عمل ابتداء من اليوم إلى غاية 26 أبريل الجاري بحضور خبراء وتربويين وأكاديميين لتفعيل مجموعة من وحدات التكوين المتوفرة لمكوني برامج محو الأمية وتطوير مهاراتهم الرقمية. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العيون الخبير التربوي عبد الحميد ضليعة. أستاذ عبد الحميد، مرحبا بك. إذن ما هي أهمية اكتساب المدرسين لهذه المهارات الرقمية كما تابعنا في الروبورتاج، ومدى انعكاس ذلك على جودة التعلمات؟
نعم، لما كنتكلموا على محاربة الأمية بطبيعة الحال كنتكلموا على واحد الظاهرة اللي كبيرة جدا وهي الأمية. الأمية هذا أكبر معيقات ديال التنمية في بلادنا وفي العالم بشكل عام، ثم هي واحد المجال خصب لكل مظاهر ديال التخلف وغيره، وعندها تكلفة، عندها تكلفة كبيرة جدا على الاقتصاد البلاد وعلى التنمية الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا التكوين هذا بطبيعة الحال لما كيتوجه إلى المؤطرين باعتبارهم هما أحد الفاعلين الأساسيين في مجال ديال محاربة الأمية، بطبيعة الحال غادي ينعكس بشكل كبير على الآثار ديالو على المستفيدين والمستفيدات ديال هاد البرامج. لما أيضا هاد المهارات ما يمكن لهاش تنفصل على واحد المهارات أخرى ملازمة لها، وهي اللي كنتكلموا على المهارة المعرفية ما يمكن لهاش تكتمل إلا بالمهارات الرقمية. اللي كنتكلموا على المهارات التواصلية خاصها تكون عند المؤطرين ما يمكن لهاش تكتمل إلا بالمهارات أيضا التقنية، المهارات أيضا الأخلاقية والكفايات أخرى اللي مطلوبة في واللغوية وما إلى ذلك ما كتكتمل إلا بهذه المهارات التقنية. طبيعة الحال حنا واحد الواقع متحول ومتحول بشكل كبير، وكيعرف واحد الثورة تكنولوجية كبيرة وثورة علمية، ومنها الذكاء الاصطناعي اللي قدر يدخل المدارس ديالنا بشكل اللي أيضا غادي يدخل حتى لهذه البرامج ديال محو الأمية. وهذا رهان ربما خذته بلادنا من أجل تخفيض النسب ديال الأمية في بلادنا باعتبارها عائق أمام التنمية في بلادنا وبشكل عام في العالم. أستاذ عبد الحميد، طبعا اليوم لا يخفى أن التدريس تطور بشكل كبير، يعني يواكب تطور التكنولوجي كما أشرتم. اليوم عصر الصوت والصورة والذكاء الاصطناعي، عندما نتحدث عن الأمية يتبادر إلى الذهن أن نتحدث عن فئة من كبار السن شيئا ما، اللي يعني اليوم محتاجون ربما أكثر من أي وقت مضى لتجويد تعلماتهم عن طريق التكنولوجيا الحديثة. كيف سينعكس مشروع مثل هذا على تجويد التعلمات لدى هذه الفئة؟ نعم، بداية لما كنتكلموا على السن ديال المستفيدين خصنا نميزوا ما بين مرحلتين. كاين واحد السن اللي مرتبط بالتعليم اللي هو كيعرف الصغار، وهذا بطبيعة الحال ماشي هو الموضوع. السن الفئة الثانية وهي فئة الكبار، ولما كنتكلموا على الكبار في برامج ديال المحو الأمية حتى هما فيهم فئتين، واحد الفئة نشيطة اللي كتمتد نقولوا تقريبا من 20 سنة وكتمشي حتى ل 50 سنة، دي فئة نشيطة بمعنى كتحضر في المجال التجاري والاقتصادي الفلاحي إلى آخره. وكاين عندنا واحد الفئة أخرى تستفيد من برامج ديال المحو الأمية، فئة غير نشيطة. الفئة النشيطة الآن كيفاش غادي تنخرط في سوق في العالم ديال التجارة، وحنا كنتكلموا على عصر الثورة التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والعالمية اللي كيعرفها العالم. ما يمكنش يكون المؤطر خارج هذه العملية، وما يمكنش تكون برامج محو الأمية خارج ما يعرفها التحولات هذه. إذن هذا التكوين كنقول بأن عنده أهمية كبيرة بزاف، غادي تنعكس على مستوى البرامج ومستوى التدخل، غادي تنعكس أيضا على مستوى حتى الكفايات اللي غادي يكتسبوها المستفيدين في المجال. مثلا لما غادي نقولوا غادي يكتسب كفاية مثلا ديال التسويق مثلا في المجال ديال التجارة، غادي يستعمل وسائل التكنولوجيا في التواصل، أيضا في استعمال في المجال المالي، في المجال المقاولاتي، في مجالات أخرى. وهذه كلها بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي الأهداف الكبرى اللي خدتها بلادنا وخدها بطبيعة الحال كثير ديال دول العالم في محاربة الأمية. شكرا جزيلا لكم السي عبد الحميد ضليعة، الخبير التربوي والاستشاري، شكرا، كنتم مباشرة معنا من عيوني السقية الحمراء. بينما تثير شغيلة قطاع الصحة مطالب تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مساء اليوم في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أكد أن الاتفاقات الموقعة خاصة التي تحمل الأثر المالي دخلت مرحلة التحكيم النهائي لدى رئيس الحكومة، مشددا على أن الأمر في مراحله الأخيرة. مستشارو الأمة من جهتهم شددوا على ضرورة الحسم في مسألة تنزيل الاتفاقات الموقعة في أرض الواقع لنزع فتيل التوتر بالقطاع. محمد بوبكر والمولودي زينتين. مطالب أصحاب البيضلة البيضاء تعود للواجهة، قبة مجلس المستشارين تناقش مستجدات الحوار القطاعي، أعضاء الغرفة الثانية يسائلون وزير الصحة حول أسباب عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بشأن مطالب موظفي الصحة. مستشار الأمة شددوا على ضرورة التسريع والحسم في تنزيل الاتفاقات المتعلقة بالأثار المالي. هناك اتفاقين تحدث عنهم الوزير، هنا اليوم احتجاج في الساحة الصحية من أجل تنزيل هذه الاتفاقات، وبالتالي قيمة الاتفاقات تكمن في مدى تنفيذها وتنزيلها، ليس في مدى فقط التوقيع عنها وتبقى في رفوف أي وزارة من الوزارات. لا يمكن يتم إنجاز وتطبيق هذه البرامج إلا بالعنصر البشري،
بالتالي الوزارة واعية بهذا الحوار الاجتماعي كما أشار السيد الوزير على أنه ليعطيه أهمية بالغة لفك جاع الإشكاليات المطروحة ما بينه وبين النقابات. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد أمام مستشاري الأمة أن الحكومة عقدت أزيد من 50 اجتماعا في إطار الحوار القطاعي. المسؤول الحكومي أوضح أن مصير تنفيذ الزيادات في أجور الشغلة الصحية بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن الاتفاق الموقع مع النقابات في يناير يوجد في مرحلة الأجراء. السيد رئيس الحكومة شرف على الاتفاق اللي كنا قام به القطاع وكان تم التوقيع أمامه، واللي من خلاله كانوا مكتسبات حقات يعني مؤشر ديال 509 يعني التعويضات على المخاطر والمسألة ديال الترقي في الدرجات والأعمال الاجتماعية، هذه كلها كانت منجزات وكنا كملنا القطاع الحوار الاجتماعي. وتفاعلا مع الأسئلة أكد خالد الطالب أن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة مكن من تحقيق نتائج إيجابية في ملفات ظلت حبيسة الرفوف لسنوات عديدة. والتحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية برسم السنة الماضية والجارية تم تقديمه اليوم بالرباط. هذه الأمراض تشكل إحدى الأسباب الرئيسة للوفيات ببلادنا، وبهذه المناسبة تم توقيع ميثاق للوقاية والمكافحة بين مجموعة من القطاعات الحكومية وغير الحكومية. الربورتاج بعدسة هدى جديد والمتابعة لبشرى رئيف. بالتوقيع على هذا الميثاق صار لزاما على القطاعات الموقعة كل حسب تخصصه العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية القطاعية لتعزيز التكفل وقبلها الوقاية من الأمراض غير السارية، والتي أصبحت في الوقت الراهن من الأسباب الرئيسية للوفيات في المغرب. أمراض غير سارية أول باش نعرفوا بها هي أمراض بحال السكري، هي أمراض بحال الأمراض التنفس، أمراض القلب. إذن الأسباب ديال هاد الأمراض هي أساسا قلة الحركة، هي السمنة، هي أيضا يعني تناول يعني خاصة السيجاريت. محاربة الأمراض السارية ما كتعنيش التكفل بها ولكن الوقاية منها عن طريق العمل على عوامل الاختطار ديال هذه الامراض غير الساريه. فاحنا مسطرين برنامج مع الشركاء ديالنا اللي الامد ديالو هو 2029 وعندنا اهداف مرقمه. إلى جانب تعزيز الشراكة شهد هذا اللقاء تقديم عرض حول الحالة الوبائية الوطنية المرتبطة بهذه الامراض التي تعزى اليها نحو 85% من الوفيات. انتشار ديال الامراض الغير السارية ولا كيشكل اليوم معضلة مجتمعية ومعضلة اقتصادية، ولهذا ما كنقاش مسألة ديال الصحة فقط ولكن هي خصها التقائية ديال جميع السياسات واللي كتدخل فيهم الصحة، يعني ولات اليوم الصحة في صلب السياسات العمومية، ولهذا أن لابد ما يكونوا شركاء آخرين باش يمكننا نضافروا الجهود ونحصلوا على نتائج ملموسة باش يمكن نخفضوا العيب على السياسات ديال الدول وكذلك حتى على الميزانية. وعليه تعتمد هذه الخطة التي انخرط فيها 17 قطاعا حكوميا وغير حكومي على تعزيز الوعي الصحي للأفراد وتنمية قدراتهم لمحاربة عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بهذه النوعية من الأمراض. والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة الصويرة فتحت أمس بحثا قضائيا لكشف ملابسات غرق قارب صيد اختفى منذ أكثر من 10 أيام في ظروف غامضة، وكان على متنه 4 بحارة هم الآن في عداد المفقودين، حيث تم فيما بعد العثور على أجزاء من القارب المفقود بساحل الصويرة دون معرفة مآل الصيادين. ربورتاج لسوفيا البعزاوي ويونس صباح من الصويرة. أكثر من أسبوع مضى على اختفاء قارب للصيد التقليدي بميناء الصويرة وعلى متنه 4 بحار انطلقوا في رحلة صيد بسواحل المدينة. القارب اختفى عن الأنظار ومعه فقد الاتصال، وبعدها تحركت سلطات الميناء وطاقم خافرة الإنقاذ للقيام بعمليات تمشيطية بساحل المدينة، وعملية البحث تعززت بطائرة استطلاعية تابعة للدرك الملكي البحري. كنا كنتسناو هاد الناس يدخلوا من البحر، يجوا يصيدوا ويدخلوا، ما جاوش. قلنا هادو يمكن يبقاو لهم شي امبان شي حاجه شي حاجه، الغد لي بالاثنين خرج هاد باخر الانقاذ السواحل مشى قلب، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. لي غتجينا الخبر بالله كاينه واحد الطبله ديالهم
تقريبا واحد 10% اللي هنا فوق القاب. هذيك الساعه تيقنا بالله هذو ضربتهم شي حاجه. المهم مشينا للبلاصه فين كنصيدوا بجوج، صيدت انا هذيك الناريه تمايا، هو ما جاش بصفه نهائيه. دخلت انايا الاثنين، عاد دخلت الاثنين مع 6 ديال الصباح هنايا، حتى كي وصلت ديك العشرة جا عندي مول الفلوكه سولني قال لي اودي واش ما بانلكش الرئيس ابراهيم تمايا واش ما كاينش؟ قلت له لا ما شدوش. قبل أيام عثر على إحدى القطع الخشبية قد تعود للقارب المفقود، وضمن فرضيات التحقيق اصطدام محتمل للقارب مع سفينة للصيد بالجر بعدما تم الإبلاغ عن وجود آثار اصطدام عنيفة على طرف الباخرة التي صدرتها السلطات المحلية لاستكمال التحقيقات اللازمة. قمنا بعمليات تمشيط جميع المناطق المحتملة والمناطق اللي ديال الصيد اللي يلجأونا قوارب الصيد على بحر الأسبوع كامل المنصارم. موازاة مع ذلك فقمنا بعملية ديال المسح مع تعاون مع الوحدة ديال الدرك الملكي البحري، قمنا كذلك بفتح تحقيق. النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة فتحت بحثا قضائيا لفك لغز اختفاء أو غرق القارب المنكوب. وبدوار بويزكارن بجماعة استفادما إقليم الحوز، استفاد أكثر من 150 شخصا من تسليم مفاتيح بيوت مؤقتة لفائدة المتضررين من الزلزال المشروع في بعده الاجتماعي التضامني، بلغت كلفة تهيئته حوالي 4 ملايين درهم. الروبورتاج لعدنان صلاني والمتابعة لطارق غانم. رغم قساوة العيش ودنكه، مفتاح الأمل يكمن هنا. هذه العائلة تتجمع تحت سقف بيت مؤقت على غرار 150 مستفيدا من تسليم مفاتيح أكثر من 90 منزلا لمتضرري الزلزال بدوار بويزكارن جماعة ستي فاطمة. الحمد لله، وجه شكري للجميع على بناء هذه البيوت التي كنا في حاجة إليها. هذا البيت بالنسبة لي هو كل شيء، شكرا لكم. بيوت مؤقتة تأوي السكان المتضررين. المشروع في بعده الاجتماعي قدرت تكلفته المالية بحوالي 4 ملايين درهم وبتصاميم هندسية خاصة. المشروع اللي درنا في هاد دوار بويزكارن في جماعة ستي فاطمة اللي مولاته الحكومة اليابانية مع يعني عن طريق لا فونداسيون اي في واي، القيمة ديالو شي تقريبا جاية 4 مليون ديال الدرهم. بيوت مؤقتة موصولة بشبكات الماء والكهرباء، سلمت مفاتيحها لمتضررين يرقبون بها حياة طبيعية ومستقرة. والبطولة العربية لكرة اليد المقامة بمدينة الدار البيضاء شهدت انسحاب المنتخب الجزائري من المباراة التي كان من المرتقب أن تجمع هذا المساء بالمنتخب المغربي، وبذلك تحسب نقاط الفوز في هذه المواجهة لفائدة المغرب بسبب هذا القرار غير المبرر. نتابع ريبورتاج عزيز مجيد والتعليق لمحمد القردة. قاعة المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تسجل فصلا آخر من فصول تعنت الجزائر وخلطها ما هو رياضي بما هو سياسي، بدعوى وجود خارطة المملكة المغربية الشريفة على أقمصة لاعبي منتخبنا الوطنية. بالانسحاب، العناصر الوطنية تفوز على ناظرتها الجزائرية ضمن منافسات البطولة العربية لكرة اليد. البطولة منظمة تحت إشراف الاتحاد العربي، والاتحاد العربي في الشعار ديالو كيضم الخريطة ديال مختلف البلدان العربية، وبالنسبة لهذا اللي كدخل بأنه كاين أشياء اللي مخفية اللي كتجعل أنه هذه البطولة الرياضة الغرض منها هو تقوية العلاقات والتنشئة والتلاح ما بين الشباب على أساس أنه تكون ديك الروح العربية. بأقمصتهم المرصعة بخارطة المملكة المغربية والتي تعودوا خوض لقاءاتهم بها حضرت العناصر الوطنية إلى القاعة، غاب المنتخب الجزائري ليعلن حكم اللقاء عن نهاية المواجهة بانتصار المنتخب الوطني. حسب اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول فيها في الاتحاد الدولي والذي يستند عليها الاتحاد العربي، في حالة عدم حضور الفريق الآخر يتم تطبيق اللائحة ببدء المباراة والانتظار لمدة ربع ساعة، وعلى ضوها تسجل النتيجة إلى الفريق الحاضر مقابل خسارة الفريق الغائب في المباراة، وعلى ضوها تم تسجيل
النقاط اليوم إلى صالح المنتخب المغربي. خارطة المملكة المغربية قبل أن تزين أقمصة منتخباتنا وأنديتنا الوطنية هي في قلب كل مغربية. أندية ومنتخبات لم ولن تقبل يوماً المس بوحدتنا الترابية. في ختام المسائية إليكم تذكيراً بأهم ما جاء فيها. وزير خارجية سيراليون ينوه بالعلاقات التي تجمع المغرب ببلاده ويؤكد دعم سيراليون الكامل لمخطط الحكم الذاتي والذي ترجم إلى فتح قنصلية عامة لسيراليون بالداخل سنة 21 و2000. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير، في أمان الله.